لتفاصيل أكثر حول هذه المظاهرة تنضم إلينا ليلى خليل مراسلتنا من بيروت. تفضلي ليلى. يارا، نستطيع أن نقول بأنه المجتمع المدني، روابط العمال، متظاهرو ما يعرف بثورة 17 أكتوبر دعوا للعودة إلى الشارع هذه المرة بعد انتخابات. استطاعوا من خلال هذه الانتخابات إدخال 13 نائبا من قوى التغيير إلى البرلمان اللبناني. الأعداد هي ليست كبيرة، تحدثنا إلى البعض منهم، سألناهم لماذا لم يستجب الكثيرون لهذه الدعوات. البعض علل ذلك بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، غلاء صفائح البنزين والمحروقات، التنقل المكلف اليوم، وقالوا أن هناك تحركات ووقفات مركزية في بعض المناطق اللبنانية في الشمال والجنوب والبقاع أيضا، وكذلك في العاصمة بيروت هنا عند ساحة رياض الصلح. إذن الأعداد هي قليلة، ولكن الشعار هو رفضا للوضع المزري الذي وصل إليه لبنان. بعض الشعارات التي كانوا يرددونها في العام 2019 هي لا تزال نفسها، يعني يبدو كأنه لا لكن يتحرك ليلى، وبالتالي على الصعيد السياسي هل من جديد يمكن رصده في الساحة اللبنانية؟ على الصعيد السياسي للأسف يعني نحن نعيش حالة من الشلل، لا يوجد أي بوادر أو مؤشرات على تشكيل حكومة جديدة، حتى ما يحكى عن البحث عن اسم جديد لخلافة الرئيس ميشيل عون يبدو أنه أيضا دخل في غرفة التجميد، وكذلك الحكومة. اليوم كان هناك المسؤول عن المساعدات الدولية للبنان السفير بيير دوكان، كان زار المسؤول اللبنانيين، واليوم التقى رئيس الجمهورية وشدد أمامه رئيس الجمهورية على ضرورة أن يتم وضع الإصلاحات، وهو أيضا أبلغ المسؤولين اللبنانيين بضرورة أن يقوم لبنان بتنفيذ كل الإصلاحات المطلوبة منه دوليا لكي تبدأ المساعدات. ولكن حتى هذه الإصلاحات المطلوبة على سبيل المثال للحصر، الموازنة العامة لم تقر، توحيد سعر صرف الليرة، اليوم هناك أربع أسعار للليرة اللبنانية مقابل الدولار. إذن الأمور هي معقدة مشربكة على الصعيد السياسي، ونشهد شللا نستطيع أن نقول. نعم. في أكثر من قطاع.